السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن اعراض الحمل في الشهر الاول. احنا اتكلمنا قبل كده عن اعراض الحمل في الاسبوع الاول واعراض الحمل عموما، النهاردة هنتكلم عن اعراض الحمل في الشهر الاول لو ما ظهرش في نتيجة تحليل الحمل انه في حمل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان تدعموني شيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واي سؤال سيبوه في التعليقات وهيتم الرد عليه في اقرب وقت ممكن. محتويات الفيديو بتاعنا: اعراض الحمل في الشهر الاول، غياب الدورة الشهرية، الم وتضخم الثدين، غثيان الحمل، تعب والاعياء، نزف الانغراس، كثرة التبول، وأعراض أخرى. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. أعراض الحمل في الشهر الأول: يبدأ الشهر الأول من الحمل مع بداية الأسبوع الثالث من آخر دورة شهرية، وعلى الرغم من أن الأسابيع الأولى من الحمل تكون مصحوبة بالعديد من التغيرات العاطفية والجسدية لدى المرأة الحامل، إلا أن الأعراض الجسدية قد لا تظهر بصورة واضحة حتى الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل، وعندما قد تدرك المرأة أنها حامل. وفي الحقيقة تختلف أعراض الحمل في الشهر الأول بين النساء الحوامل، ويشار إلى اقتصارها على انقطاع الدورة الشهرية وظهور نتيجة إيجابية في اختبار الحمل المنزلي في أغلب الحالات، لكن قد تصاحب هذه المرحلة من الحمل أعراض أخرى لدى بعض النساء، ومن الشائع ظهورها في واحدة على الأقل من هذه الأعراض لدى الحامل. هو فيما يلي بيان لأعراض الحمل في الشهر الأول بشيء من التفصيل. غياب الدورة الشهرية: يعد تأخر أو غياب الدورة الشهرية المنتظمة لأسبوع أو أكثر عن الموعد المتوقع علامة من علامات الحمل، أما في حال عدم انتظامها فقد لا يكون تأخر الدورة دليلا على الحمل، وعليه يمكن القول أن أفضل طريقة للتأكد من الحمل تتمثل بانتظار الوقت المناسب وإجراء تحليل كشف الدم. ألم وتضخم الثديين: يعد ألم الثديين والحلمتين من الأعراض التي قد تشعر بها المرأة خلال الدورة الشهرية، ولكنها قد تكون أشد ألما في حالة حدوث الحمل بالإضافة لتضخم الثديين وزيادة حساسية الحلمتين، وفي بعض الحالات قد تكون هذه أولى علامات الحمل التي تستدل منها المرأة على الحمل. قد تحدث بعد تلقيح أو إخصاب البويضة وقبل غياب الدورة الشهرية، وفي الحقيقة قد يتأخر ظهور بعض هذه العلامات حتى الأسبوع السادس من الحمل تقريبا لدى غالبية النساء، ويرجع ذلك لحدوث تغيرات في الدورة الدموية لدى الحامل. ويمكن القول أن ألم أو تضخم الثدين يعد من العلامات الأولية المبشرة للمرأة التي تسعى لحدوث الحمل. وبحسب نتائج البحث المنشورة في مجلات الطبية، فإن ما يعادل 76% تقريبا من النساء الحوامل يعانين من ألم في الثدين خلال الثلث الأول من الحمل. غثيان الحمل: يحدث غثيان الحمل أو ما يعرف بغثيان الصباح خلال فترات اليوم المختلفة، وتختلف شدته من حمل لآخر، وقد لا يصيب جميع النساء، ومن الممكن أن يكون مصحوبا بالتقيؤ لدى ما يقارب نصف الحوامل. وقد تبدأ المرأة بالشعور به في مرحلة مبكرة بحيث يبدأ في الأسبوع الثاني من الحمل، أو قد يتأخر ظهوره إلى عدة أشهر بعد الحمل. وعلى الرغم من أن الغثيان يعد من الأعراض الطبيعية المصاحبة للعديد من حالات الحمل، إلا أنه قد يشكل خطورة على المرأة الحامل في حال تسبب بالجفاف نتيجة التقيؤ أو عدم القدرة على الاحتفاظ بالأطعمة والسوائل المتناولة، وهو ما يستدعي مراجعة الطبيب، فقد يحدث ذلك نتيجة المعاناة مما يعرف بالقيء المفرط الحمل. وبحسب نتائج بحث منشور في مجلة ما، فإن ما يتراوح ما بين 50-90% من النساء الحوامل يعانين من الغثيان والتقيؤ خلال الثلث الأول من الحمل، وفي الغالب تبدأ أعراض الغثيان بالظهور بين الأسبوع الأربعة إلى الستة من الحمل، لتصل إلى ذروتها في الفترة بين 8-12 من الحمل. التعب والإعياء: يعد التعب والإعياء من أعراض الحمل المبكرة، فقد تبدأ المرأة بالشعور بالإرهاق منذ الأسبوع الأول من الحمل، وهو من الأعراض الطبيعية في الحمل،
ويعز هذا الشعور إلى عدد من العوامل المختلفة مثل ارتفاع هرمون البروجستيرون خلال الحمل، وانخفاض ضغط الدم للمرأة الحامل، وانخفاض سكر الدم، وزيادة في إنتاج الدم لدى المرأة الحامل، وينصح للتخفيف منه باتباع نظام غذائي غني بالحديد والبروتينات والحصول على الراحة الكافية. وبحسب نتائج الأطباء من عام 2013 لعام 2021، فإن ما يعادل 77% و9 من 10 تقريبا من النساء الحوامل يعانين من التعب والإرهاق خلال الثلث الأول من الحمل. نزف الإنغراس، يقصد بنزف الإنغراس حدوث نزف طفيف يرافقه تقلصات خفيفة في منطقة البطن نتيجة التصاق البويضة المخصبة بطنة الرحم، بعد ذلك بعد قرابة 6 إلى 12 يوم من إخصاب البويض. وفي الحقيقة يعد نزف الإنغراس من الأعراض المبكرة التي تدل على حدوث الحمل، وفي بعض الحالات قد تلاحظ الحامل أيضا بعض الإفرازات المهبلية غير المعتادة في هذه الحالة من الحمل. فمع زيادة سماكة بطانة الرحم الناتج عن ارتفاع معدل نمو الخلايا المبطنة للرحم مباشرة بعد حدوث التخصيب، ستنتج بعض الإفرازات ذات اللون الأبيض الحليبي، ولا تستدعي هذه الإفرازات شعور المرأة الحامل بالقلق، وقد تستمر طوال فترة الحمل. أما في حال مصاحبتها للحكة والحرقة والرائحة الكريهة، فتجدر مراجعة الطبيب لتشخيص سبب هذه الأعراض مثل العدوى البكتيرية أو العدوى الفطرية. كثرة التبول، يعد كثرة التبول من الأعراض الشائعة المبكرة للحمل، والتي قد تبدأ في الثلث الأول من الحمل وقبل موعد الدورة الشهرية المتوقع أو ما يقارب الأسبوع الرابع من الحمل، ويعزز ذلك إلى ارتفاع حجم الدم في الجسم، وبالتالي زيادة معدل ترشيح وتصفية الدم في الكلى، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل التبول، وقد ينخفض معدل التبول لدى البعض في الثلث الثاني من الحمل مع ارتفاع الرحم إلى منطقة البطن، وفي المقابل يزداد معدل التبول بشكل أكبر في المراحل الأخيرة من الحمل مع بداية الأسبوع 35 من الحمل تقريبا لدى معظم النساء. أعراض أخرى، توجد مجموعة من الأعراض والعلامات الأخرى وأقل وضوحا والتي تظهر لدى المرأة الحامل في الشهر الأول من الحمل، نبين منها ما يلي. التقلبات المزاجية، من الأعراض الشائعة التي تحدث خلال الشهور الأولى من الحمل، تؤدي التقلبات الهرمونية في هذه المرحلة إلى زيادة العاطفة لدى المرأة الحامل وسهولة البكاء. النفخة، قد تشعر الحامل في الشهور الأولى بنفخة في البطن مشابهة لما قد تشعر به مع بداية الدورة الشهرية، وذلك نتيجة التقلبات الهرمونية أيضا. الإمساك، تساهم التقلبات الهرمونية أيضا في خفض معدل سرعة الجهاز الهضمي لدى المرأة الحامل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالإمساك. ألم الظهر والصداع، من الشائع معاناة المرأة من آلام في الظهر أو الصداع البسيط المتكرر خلال فترة الحمل الأولى. الدوخة، قد تعاني المرأة الحامل من الدوخة أو الدوار أو حتى الإغماء نتيجة العديد من العوامل مثل انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل السكر الدم، توسع الأوعية الدموية واضطراب التوازن نتيجة زيادة وزن الجسم وفقر الدم، كما قد تعاني من الدوار عند تغيير وضعية الجسم بسرعة مثل النهوض أو الجلوس بعد الاستلقاء، ولا تستدعي هذه الأعراض القلق إلا في حال استمرارها حتى بعد الاستلقاء مرة أخرى، وفي هذه الحالة تجدر مراجعة الطبيب. النفور من بعض أنواع الطعام، لم يكتشف إلى الآن السبب الرئيسي لنفور المرأة الحامل من بعض أنواع الطعام أثناء الحمل، ولكن قد يكون العديد من العوامل دورة مهمة في هذه الأعراض مثل التقلبات الهرمونية وتغيير حاسة الشم والتذوق خاصة في المرحلة الأولى من الحمل، وهو ما قد يؤدي إلى التأثير في الرغبة في تناول هذه الأطعمة أو حتى النفور منها بشكل شديد في بعض الحالات. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، نشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الفيديو بتاعنا، حابب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وندعم القناة ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. وأي حد عنده سؤال أو تعليق سيبه في الكومنتات وهيتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.